يكون عندك ستريس هالي؟ شو اللي بخليك يكون عندك ستريس؟ انا بخاف ستريس. بخاف على كل حاجه. تخافي من ايه؟ بخاف من الموت جدا، مش عليا انا، تخيلي يعني انا لو انا عادي، بس بخاف على لو اقرب الناس ليكي، بخاف انه مكانتك تتهز، ما تبقيش زي ما انت، دايما خايفه يعني، دايما بخاف حتى حب الناس يقل. عندي فوبيا من حاجات كتير قوي، بخاف بس ما بقولش. ممكن تكوني نايمه تصحي عم تفكري بالموضوع؟ لا مش الدرجه دي، بنام زي التيس، 9 ساعات 12 ساعه اديله على طول من غير منومات. ما شاء الله. بس لا ما بصحاش من النوم كده، بس لما اصحى تلاقيني قلقانه يعني، لو كلمت حد ما ردش تلاقيني قاعده بفرك، اكلمه تاني اكلمه تاني، اللي هو زهقتيني يا شيخه. اوف. بخاف على اهل بيتي قوي. واهلك بالبيت اكيد الموضوع مش كثير مريحهم. لا هم بيقعدوا يتريقوا ويقعدوا يضحكوا، لانه انا ما ببينش يعني، انا عمري ما هقول لك مثلا انا كنت قلقانه عليكي، لا هتلاقيني بتكلم كتير اتكلم كتير، فيقعدوا يضحكوا انه اي كانت كونفيس، مش بعرف اقول تعبري. مش بعرف اعبر عن اللي جوايا، بس بحبك، بعمل حركات تبين ان انا بحبك، بس مش هقول ان انا بحبك، بتكسف. بس الانسان يعيش بهيدي الحاله وهيدا الصراع كل الوقت، مش بهدلة. بس بهدله وقلق، قلق مستمر، بهدله يعني، مع ان الحمد لله بعمل اللي عليا، بحاول على قد ما اقدر انه بصلي وتبقي مؤمنه اكتر وتسيبيها وتسلميها لله وتقعدي تستودعي كل حاجه عند الله، بس برضه بخاف، ما اعرفش. هي سنه الحياه، سنه الدنيا، اذا لا سمح لها حدا صار له شيء او غيب عنا عن هالارض، شو راح تفقدي؟ شو بتحسي حتفقدي؟ لا هحس انا مش انا، بتحسي بكسره، بوجع، بما فيش امان، بما فيش حاجه تتسندي عليها يعني. لما حتى بقرا البوستس على الفيسبوك بتقبض، لما الاقي حد مثلا بيقول مش عارفه حضن مين وحشني، بتوجع قوي يعني. لا اي يعني يا رب ما يكتب علينا يا رب. فقدت حدا؟ لا كتير كتير، ويمكن يكون هو ده اللي عامل فيا كده يعني. من وانا كان عندي 16 سنه كانت جدتي اكتر واحده كانت بتحبني تقريبا، هي كانت بتاكلني وكنت طالعه مكلبظه بسببها، وتزعق لحد لو قال لي انت تخنتي ولا بتاع، حتى لو ابويا وامي. ماتت قدامي وما عرفتش اعمل لها حاجه، ما عرفتش اعمل لها اي حاجه. بعدك ذاكره الصوره براسك؟ لغايه النهارده، ما بتفارقنيش لغايه النهارده يعني. عمري ما هنساها، بس ما عرفتش اعمل لها حاجه. سبحانك يا رب، سبحانك. كبرت وانا عندي 16 سنه. احس بذنب عشان ما قلتلهاش مش بحبك، مع انها كانت يوميها كانت بتقشر لي التفاح وقاعدين مع بعض وانا قاعده بلعب على اللابتوب، وهي بتقشر لي التفاح وتديهولي مش عارف ايه. ما قلتلهاش انا بحبك يا تتي، عمري ما عرفت. من بعدها بقيت اقول لاي حد انا بشوفه انا بحبك، بقيت احاول اعبر على قد ما اقدر، مع انه برضه انا مقله، بس بحاول اعبر على قد ما اقدر. فقدت ايه بغيابه؟ اللي بيحبك من غير حب مشروط، اللي عايشه معاها طول عمري، اللي ممكن تتخانق مع اهلك عشان خاطرك، اللي احن عليكي فعلا من اهلك يعني، ما حدش كان يعرف انا بحبها قد ايه، كنتش بقول، بس اللي تجيب لك الاكل بالعافيه، هي اللي خلتني انا بحب الاكل يعني، يوم ما اقول انا عايزه اكل حاجه تاكل البيت كله، اللي دوار كلها بتاكل اللي سالي عايزاه، عشان ما حدش يقول لسالي حاجه. سالي اهم واحده، لو حاولوا يعملوا لي دايت تموتهم الا سالي، انا بحبها كده. فلا تحس انك فقدتي الامان يعني. اهل بيتي بالدنيا، بس هي كانت الدنيا بجد. بتحسيها موجوده بعدها معك كتير، وكنت بحلم بيها كتير، بروحها معك وبحلم بيها كتير، وكانت بتقولي مسجز كتير جدا، بتقولي رسائل كتير جدا، وحاجات حاجات ليهم هم، حتى كنت بقولها لهم بيستغربوا، اقول لهم قالت لي كذا كذا كذا، تتبع تقول لكم كذا. بتشوفيها بالمنام؟ يعني قعدت فتره اشوفها لغايه ما اخر رساله تقريبا ما فهمتهاش، فما كنتش عايزه تاني. ما قالت لك؟ فاكره؟ قالت لي لو سمعتي عن بنت صغيره وبتعيط ما تقوليليش. قلت لها يا تتا قد مين؟ قدي انا وجيلي يعني وبنات خالاتي؟ ما ردتش. قلت لها قد خالاتي؟ ما ردتش. قلت لها قد مامي؟ ما ردتش. فخفت من ساعتها، خفت، لان انا ساعات احلامي بتبقى حقايق، فبخاف من الاحلام، ما بحبهاش يعني، عايزاها تيجي وانا مش عارفه، ما اعرفش. عبالك ترجع تسمعيها؟ عبالك ترجع تشوفيها ولا لا؟ جدا، بس من غير رسائل تخوف، لان انا على طول يعني، على طول اعمل لها صدقه جاريه، على طول افتكرها بالخير، على طول ادعي لها، على طول كنت اروح ازور قبرها لما اسافر لها البلد، احنا من منصوره، هي من منصوره من اتميده، فكنت اروح وافتكرها. لا يعني تتا موجوده حتى في بيتنا، الصور تتا موجوده. لو هلا سمعتك، وانا اكيد انها سمعتك، شو بتقولي لها؟ عايزه اقول لها كان نفسي تبقي معايا وانا مذيعه، كنت هتفرحي جدا يعني، عمرها ما كانت هتقولي اتجوزي يا سالي، ما كانتش بتقولي كده، كانت هتقول لهم دي هتتجوز يعني، دي هتبقى حاجه حلوه،
وكان جدي دايما حتى يقول دي هتبقى رئيس الجمهوريه دي من وانا صغيره. فكانت هتفرح قوي، كان نفسي تبقي معايا في الايام دي وتتفرجي عليا في التلفزيون وتفرحي بيا وتشوفي ان حفيدتك عملت حاجه حلوه قوي يا تتي. بس هيدا سالي الناس ما بتقدر تلمس هيدا الشيء فيك على فكره. انت حدا كثير هايبر، كثير بتضحكي، بتزرعي فرح وين ما بتكوني موجوده. الحمد لله. يمكن كثير ناس بيحسوكي بيقولوا نيالك على الحياه اللي على طول بتضحكي. انت بتنيلي على عينك وبتضحكي ازاي؟ او نيالك على طبيعه شغلك، بتسافري وكانه ما عندك هم. بس ما يعرفوش الوجع اللي في الشغلانه، يعني انا كنت بقول لهم انه لا ضغطنا بيعلى، لا بنتعب، لا بيبقى عليكي ستريس كبير جدا، لا في ناس مسنوده عليكي ولازم تبقي اشطر واشطر عشان الناس دي ما تتضرش بسببك لو برنامجك وقف او حياتك وقفت. بيبقى عليكي لود، يعني انا لما ابقى دايما بضحك ودايما تحسيني ان انا بوزيتيف انرجي او طاقه ايجابيه بعملها غصب عني، لانه في ناس مسنوده عليكي. انا في ناس كتير قوي مسنوده عليا، ده شرف. كيف بتنفسي هيدا الغضب اللي جواتك او هالقلق؟ كيف الطريقه؟ يعني بتكبتي مثل ما بيقولوا، بتحطي بقلبك جواكي، كيف بيطلع لبرا؟ هو الوحيد اللي عارف كل حاجه. بالصلاه؟ الحمد لله، صلاه، صدقه، صوم، تروحي زيارات ايتام، تروحي المستشفيات. يعني انا ساعه ما جالي التعلبه دي انا بعد ما خلصتها رحت 57 357 او مستشفى السرطان. ايه الهيافه دي؟ انا زعلانه على ايه؟ زعلانه على 12 واحده في شعري فاضيين، في بنات قدي بتقولي انا عمري ما هتجوز لان انا فقدت شعري كله. وانا عطلت اني ارد عليه، وانا عمري ما بعطل. لكل حاجه عندي رد. فضلت ابصلها كده قلت لها لا، ده اللي هياخدك كده تتاخدي واحد احسن مني ومن احسن احسن مني، لانه اللي هياخدك كده ياخدك عشان شخصيتك. مش انا اللي ممكن اتجوز واحد ويجي لي مرض لا قدر الله ويرميني تاني يوم. فانت هتاخدي واحد هياخد الجوهر مش هياخد المظهر. صح. فكل مره اروح اتفرج، يعني لقيت مثلا ايه وانا تعبانه ساعتها برضو رحت قعدت اتفرج، كل ما اتعب كده الاقي اطفال بتعمل غسيل كلى 3 و5 مرات في الاسبوع. صح، في حالات بتصعب علينا وبتصعب علينا. بتتكلمي في ايه؟ رحت للتشوهات الخلقيه. لو انا احنا بنزعل ليه؟ هو ايه اللي ممكن يزعلنا؟ فانا عشان كده بقول لك ما بخافش، لا بخاف على الشغل ولا بخاف على اي حاجه غير الموت. انا بخاف من الفراق، ما بحبش الفراق. يعني انا عندي نتخاصم ولا ان حد يروح مني. ما بقدرش. لانه في كده ناس بتتعدى على صوابع الكف، في اهل بيتك واهل قلبك، دول انا ما استغناش عنهم مهما كان. اهل قلبك مين؟ لا كتير، صحابي من المدرسه ومن الجامعه، ما عنديش من الوسط صحاب، بس لا مدرسه والجامعه اللي هم بقى العشره، دول اللي بيخلوكي زي ما انت. يعني دول اللي مهما حاولت اعمل مشهوره واتنطط وبتاع ناسيه نفسك ولا ايه؟ بيفكروكي باللي كنت فيه. فاكره يا باشا، فاكره مش عايزه انسى. فبقول لهم لا مش ناسيه، يعني دول بيخلوكي دايما على طبيعتك. يعني ان هم انت تقابليهم بعد سنين يقول لك سالي انت السنين ما غيرتكيش، انت زي ما انت بعد سنين. هو سالي بتاعت المدرسه اللي لسه بتعمل هيافه ولسه بتضحك ولسه كانت بتطرد في المدرسه وبني ادمه مشاغبه جدا، انا زي ما انا ما اتغيرتش. نضجتي من اي ناحيه؟ باي اتجاه نضجتي؟ انا نضجت بالوجع وما كنتش عايزه انضج بالوجع. نضجت انه مش كل الناس هتحبك زي ما انت بتحبيها. مش كل الناس نفسيتها صافيه. بس لو ركزنا هنتعطل. وانا مش فاضيه له، انا مركزه اني اجيب جون. فانا اقعد ابص ده زقني، ده ضايقني، ده طلع لي كارت اصفر، ده كان عايز ياخد الكوره مني، انا داخله عشان اجيب جون. فانا مش فاضيه لك. فنضجت بالحته دي انه ركزي على الهدف، هاتي هدف وامشي. بس داخلين ناكل عيش ونشتغل. هنخش بقى فاضيين لمهاترات وكلام فاضي ونفسنا ومش عارف ايه؟ هيوقف حالنا. هيوقف حالنا وحال الاشخاص اللي حوالينا كمان، صح. مش بس احنا. ما هو احنا بقى مربوطين بناس، دي مشكلة. يعني سالي اذا قلت انت امرأة وحطيت حدا 3 نقط، شو بتكتبي فيهم؟ انا كتير، عارفة اللي هو انا امرأة مش هقول لك الكلام اللي الناس بتقوله، يعني انه قويه لا تقهر، ده كلام، ده اي كلام، اي كلام يا باشا يعني. بس انا امراه مسنوده بربنا.